ماشي نزال فيه الا يد العامله باقي ب 80 درهم 100 درهم التقاعد دخلوا هضروا على الفلوس ما عنده لا حتى حاجه مضيع كلها بصراحه مضيع مضيعين حنا مضيعين معنا ظلم هذا بزاف بزاف الله يحسن لعب ياك دابا هذا دير واش الله يحسن لعب دابا الدروش محل واش يعيد والله ما غايعيش بصراحه نقول لك ما غايعيش ما جابوا لنا الغلم على برا باش كيزيدوا يقضيو علينا مره حنا صنبيعوا الحبل المنيو الاخر ما سمعتوا متابعين المليح تبارك الله سير الله يجعل ربي يسهل عليك الله يفاجئ عليك سير خويا 220 220 سن 2 سوا تبارك الله 220 افرك شوف السن هذا ولد العام سواوها تبارك الله سوا هذا سواو 220 شحال انت 240 250 240 250 متابعينا الكرام الناس اللي ما عندهاش مع الحولي واللي ما عندهاش مع اللحام ديال الحولي وبغات 175 افرك ساويها عاطينها شحال كتطلب انت هذا 2000 درهم كيطلب 2000 درهم هو كيطلب 2000 درهم تبارك الله اللهم بارك يعني عندك سلام زيون اخاي ديال الغابه ديال الزنايه الغابه ديك الزنايه ياك وراه حدايا انت يا انا في الزنايه فريحيين بالضبط في الفريحيين فريحيين وانا راه حداك تما حدا انا بدري وين انا امنا امنه مدرسه خصوصيه وانا اجي باقي عندك شي حاجه ولا عاد شي هذا لا كاينه في الدار وخلي رقم التليفون ديالك 56 زيد 46 زيد 94 زيد 47 الناس اللي بغات تعيد بالحولي الناس اللي باغيه تعيد بالجدي وشي حاجه مليحه مقدره تبارك الله شي حاجه شوف 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 تبارك الله شوف 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 تبارك الله شوف شوف شي حاجه مقدره تبارك الله الناس راه هذا احسن من الحولي تبارك الله الناس اللي ما بغاتش تعيد بالحولي خاص هذا الدواء هذا ماكله ودواء هذا ديال العشب كاين عاد تما في الغابه الغابه ديال تما وتابعينا الكرام هذا كاين عاد في الغابه ماكله ودواء هذا ماكله ودواء والله الا ماكله ودواء كيطلع السداس كيطلع السداس السلام عليكم خوتي تعيدوا تعاودوا صحاو لهنا خاي لهاد البركه شحال عمي الامور هانيه صحيحه خاي لما قولي الاثمنه اللي عندك 280 راس الواحد ياك كطلبوه 280 عندكم مع هذه ولا باقي الخير في عندكم الكوري في عندكم الكوري لا زعما كاين الكوري نصيفطوا الناس عندكم ايا السوق متابعينا الكرام هادو باغي تضيعني قول لي متابعينا الكرام 2800 درهم كيطلبوا سير الله يجعل ربي يسهل عليك الحبيب الله يجيب التيسير يفاجئ عليك اجيب حالك السلام عليكم تعيدوا وتعاودوا طول العمر هاد البريكه شحال ديال الدراوش هذا الشيء كيسوى 120 120 هذا كيسوى 110 100 100 110 100 هذا مولاه عاودي هذا كيسوى 150 150 لا 105 150 150 فرانك متابعينا الكرام 120 110 150 فرانك اللي يساويك هذه معطيه فيه تبارك الله اللهم بارك يعني اللي ما بغاش يعيد بالحولي ماكله ودواء ماكله ودواء حنا كنوكلوهم غير العشب ياك كرعوا هنا بجبوله بجبوله غير العليق والزيتون والزرنيز ياك يعني من برا متابعينا الكرام ماكله ودواء الناس اللي ما بغاتش تعيد بالحولي تقلب على شي حاجه ديال الجدي شي حاجه ماكله ودواء هانتوما تبارك الله التمر مع شي شويه ديال الدراوش سير الله يجعل ربي يسهل 120 130 واخا يقول 150 عاود كيولي وكيعاود كيعاود قول له شحال هذا الكيلو قول له تقدر ما تسولش على الكيلو دابا سول على الثمن واش مرفق اما الكيلو فين مترافق دابا هذا شحال غيمشي غيمشي ب 50000 فرنك 60000 فرنك في الايام ديال العيد هذا نتاع اللي يولي 200 يولي 200 180 190000 فرنك في العيد البوبري باش غيعيد بالخطوط الله يا اخي الظلم هذا بزاف بزاف الله يحسن لعب ياك دابا هذا دير واش الله يحسن لعب دابا الدروش محل واش يعيد والله ما غايعيش بصراحه نقول لك ما غايعيش مغليين عليه بزاف عمر شي عمر شي حكومه ما جات العيد بحال هذا العام الا هذا العام هذا العام يا شعله في المغرب يعني الدرويش الدرويش ما غنمسكن الله يحسن العام قولها لك ديريكت انا كذا سيرفيس واق كاملين الغالب بلاصتنا كتسوى 150 160 فرنك ما طلتش 24 ساعه 170 فرنك اش عندك فرنك اهضر معك واقف المرضي اسمح لي ندخل غنعرضك إيه. انا غنعرضو الفلاح راه مضرور مضرور مره وخا يبيع الحولي حتى من يولد الفرنك ما يتعوضش هذه سنين هذه يقول واحد واحد 10 سنين هو غل تحت هو غل تحت ما بقى خدام اللي قابل خدام خصو 8 ساعات خصو 100 درهم يمشي بحاله كسيبه كطالب يعني الفلاح كيسيار اسمع الفلاح كيسيار ومن كيبيع ما كانش يسيار ديالو كيمشي كري ما عنده لا تقاعد دخلوا هضروا على الفلاح ما عنده لا حتى حاجه مضيع لا بصراحه مضيع مضيعين حنا مضيعين ما عندنا لا تقاعد حتى شي حاجه عام شي شويه عاد يبغي يحيا وكل شيء كيردم فيه كلشي كيرد للفلاح كلشي كيرد للفلاح والفلاح ما كيعندو لا دعم دابا الباكاليس ما نمشي على الباكاليس تبدلوا معنا بالخدمه واجي نعطيكم هذه الكتيبه انتم قابلوها انتم بيعوها اي حاجه اخرى كلشي نزل فيه الى يد العامله باقي ب 80 درهم 100 درهم العامله ما عندهاش قيمه دابا يا خويا الخدمه ربع غاسيمانه غاسيمانه 8 السوايع كيربح فيها 90 درهم 80 درهم 100 درهم
100 درهم بدون الزيت عمره ما بلغت. وحنا حتى درهم مسرف، حنا كنفلحوا حتى درهم، تقيل سرعه حتى درهم ما تدخلوا للدار. يعني البوفري مكرفص مكرفص مره، البوفري مكرفص الشعب المغربي. كذبوا على الله، كذبوا والله الا كرفص. كنا غناكلوا شي شويش، مشاو جابوا لنا الغلم على برا باش كيزيدوا يقضيوا علينا مره، حنا صنبيعوا الحول من يد الفرن. الصغير ديالهم خصو 5000 ما بعيدش، ديروا واش باش يخدم على راسه وينوض يسرح وينوض يكسب ويعمل الكسيبه. شحال عندك الكسيبه في راس مالك؟ انا عندي الكسيبه خاص رجلي. شحال؟ قد حالي قد 20 30 نعيد لك عايش بس عايش حتى قطوط. واحد يعيد 30 واحد 100 واحد اي فلاح اي فلاح تينا عندنا عشرة الخربة. اسمع باش نقول لك، اسمع باش نقول لك، الفلاح الصغير مضيع كامل. اما الحقيقه مضيعين من اي حاجه، العلف غالي، الهيشر الفردي وقت كيار بحال فرنك هنايا باش ضربه 9 دراهم باش تناقلها 5 دراهم. فهمنا ولا ما تجي تبيع الحيوانات كيعطيك قدا قدا وفاي تقعد في الشهر ديالي. اعطيني غير الشهور اللي كان رعانا عام كامل، غير الشهور هذا العام كامل اعطيها لي وخا ربح غير 80 درهم، اعطيني غير 80 درهم بارك عليا. الله يفاجئها الله يفاجئك. كما سمعتم متابعينا الكرام هذه يعني واحد شويه من بزاف ديال المعاناه ديال الفقراء او ديال الجواوي. الدعم ما كاينش، ما عمر كيزموا اخر دابا زعما بعد كيزمونا ما كيعطيوناش 10 قناطر الشعر ما كيعطيوناش حتى حب هذا العام. باقي رجعوا والو على فلوسهم ما جابوا لهم شي مره، فلوسهم ما ردوا لهم شي، ما بغاو باقي ما ردوهم لهم شي. اي هيدا الباش ما بغاش نقول لك واحد، ما بغاش نقول لك واحد الهضره. انا معقول هذا كياكل هذا، حنا المغاربه هذا كياكل هذا، ما كاينش الحقوق مره. ما كاينش مره، كاينش الحقوق نهائيا، ما كاينش النهائي. عندك الفلوس، اسمع عندك الفلوس، عندك غادي يعيط. اسمع عندك الفلوس، انت هنا هو الراس، ما عندك شي والله يا ولدي غنمشي مع مع كما سمعت متابعينا الكرام. هذه بزاف شويه ديال المعاناه كنكذبوا عليكم. الله يودي والله، طلعوا لنا في الديار مرحبا بكم. تقابلوا مع هذا الفلاحه وتعرفوا شني كاين، مرحبا بكم باش تعرفوا شني كاين وصيروا وانتم ديو. حنا عطيونا غير هذيك النهار ديالنا بارك النهار ديالك الحارث التراكتور 20000، الماكينه دابا بصح خصك 300 ولا 400 الف فرنك باش تدرس. باه دابا تدرس باش تدرس. ايوا كما شكرا لك شكرا لك شكرا لك اجي. كما سمعتم متابعينا الكرام هذه شويه من بزاف ديال المعاناه. 70 يوم يوم 170 ما نحاولي شحال 600 فرنك 600 الف فرنك. نسقسيك واحد السؤال، واش الدرويش هذا العام يعيد بالحولي ولا ما يعيدش به؟ يعيد به ان شاء الله. اه ان شاء الله. دابا الدرويش يلاه تيخدم 90 درهم 80 درهم لا والحولي ديال 3 و5 لا كاين كاين البركه. يعني الدرويش يقدر يعيد؟ اي ان شاء الله ولا يقدر يعيد بالحوليه يلاه سير ولا بالحولي ان شاء الله. كل واحد يمشي كجهد ولا الجد ديالو يعني كل استطاع. اه كل استطاع ديالك كما سمعتم متابعينا الكرام كلها والاستطاع. سير الله يجعل ربي يسهل عليك، الله يجعل ربي يفاجئ عليك. متابعينا الكرام كنتم معنا من السوق ديال السبت الزينه، تحاولنا اننا نقربكم للاثمنه اللي كدور اليوم. الاثمنه راه مشحره ديال بصح وهادشي راه باقي العيد بعيد شي شويه، يعني ملي غادي يقرب العيد غتكون الاثمنه طالعه. يعني نصيحه ديالي لاي واحد باغي يشري في هذه اللحظه هذه يخليه في الكوري والكوري يصرف عليه. هادشي اللي كاين متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم.